للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد، التصعيد الحالي، بعد التحية أولا، التصعيد الحالي ينذر بأن فكرة التوسع في الحرب باتت قائمة بصفة كبيرة وبشكل كبير، لكن بأي قدر يدخل الجانبان إلى هذا التصعيد من وجهة نظرك في الأيام القادمة؟ ولكل طرف مخاوفه بالتأكيد في هذا الأمر. يعني هذا التصعيد سيمتد حسب ما هو ظاهر الآن إلى بعد الانتخابات الأمريكية. نعم. وبالتالي هناك جس نبض ومحاولة لفرض أمر واقع، وخاصة من قبل إسرائيل، لكي تبتدأ مرحلة ما بعد الانتخابات وهي في موقف قوة أو أكثر قوة من ما هي عليه الآن. ولكن هذه العمليات لا سيكون لها تأثيرا بعد ذلك، لأن المسألة ليس مسألة حرب وليست مسألة عسكرية فقط. المسألة هي على مدى طويل، ستكون هناك محاسبة، سيكون هناك تطبيق القانون الدولي، وهناك مبدأ أساسي في القانون الدولي وهو مبدأ يطبق على الجميع وهو إلزامي، هو أن لا تستعمل دولة القوة لمهاجمة تراب دولة أخرى وشعب دولة أخرى. وهنا إسرائيل تهاجم دولة لبنان، ومهما كان وضع يعني حزب الله وكل هذه الأشياء، ولكن المسألة هي تخص الآن انتهاك حقوق الدولة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية وحقوق الشعب اللبناني. وبالتالي إسرائيل تستعمل وسائل ممنوعة من القانون الدولي، وهذه ستشكل تبعيات ومسؤولية لدولة إسرائيل، وبالتالي المسألة ستأخذ أبعادا أخرى. الآن هي محاولات لتوسيع رقعة الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مغيبة نوعا ما في هذه الحملة الانتخابية، وبالتالي يستغل نتنياهو وحكومته هذا الظرف وهذا الفراغ، ولأنه لا يريد الاكتراث بالقانون الدولي بقرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي يستغل هذا الفراغ لأسباب سياسية داخلية ولأسباب تكاد أن تكون شخصية. هذا التطرف في هذه المواقف سيجعل المنطقة في خطر أكبر، والسلام يهدد بشكل أكبر، وستكون العملية صعبة للرجوع إلى عادي والسلام عادي. نعم. دكتور مجيد، إسرائيل ماضية منذ فترة ليست بالقليلة في هذه الحرب في سياسة الاغتيالات وتصفية الخصوم. بأي قدر من وجهة نظرك تنجح هذه السياسة، سياسة الاغتيالات وتصفية الخصوم، في تحقيق مأربها بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة؟ إسرائيل تعرف، وخاصة نتنياهو وجالنت وكل القيادات الإسرائيلية المتطرفة الآن، تعرف أن مسألة الاغتيالات ومسألة يعني هذه العمليات، أولا هي لا تستهدف القيادات الفلسطينية أو اللبنانية التي تحاربها إسرائيل وهي تقاوم إسرائيل، ولكن تستهدف كذلك المدنيين بشكل واضح، وبالتالي لا يمكن التستر تحت ضرب واغتيال هؤلاء الذين يعملون في هذه الحركات بدون ان واسرائيل تعرف بشكل واضح انها تقتل مدنيين، وفي القانون الدولي ليست هناك تعبير مثل الضحايا الجانبية، وهذا غير موجود في القانون الدولي، هم ضحايا بشكل واضح وبشكل مباشر، وبالتالي إسرائيل تتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية تقتيل المدنيين، ومن ناحية مسؤولية دولة إسرائيل، وكذلك نتنياهو وجالنت وغيرهم يتحملون المسؤولية جنائيا، مسؤولية قتل المدنيين. وهذه مسألة مهمة. والمسألة الأخرى، يعرف نتنياهو بالتأكيد أن إذا قتل في هذه التنظيمات، إذا قتل قيادي فسيرثه قياديون آخرون،
المعركة ليست معركة، لا تصفى هذه المسألة بمسألة بقتل الأشخاص، هي تصفى بأساليب سياسية، وتصفى بحل المشكلة الفلسطينية أساسا. وهذا الذي يجعل الاستقرار يتم والمنطقة تنجو من هذا الخطر. ولكن هناك مصالح للقيادة الإسرائيلية حاليا في هذا التوتر، وهذا التوتر سيبقى كذلك مدة شهر نعم. ونصف تقريبا إلى أن تأتي إدارة أمريكية، والأمل أن تكون الإدارة الأمريكية تأخذ الآن مهما كانت الإدارة تأخذها بجدية، لأن هناك مسؤولية دولية على أمريكا، لأنها هي التي تدعم إسرائيل بالسلاح، وبالتالي لها واجب تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بأن لا تزود إسرائيل بالأسلحة التي تستعملها للفتك بالمدنيين. أشكرك كثيرا دكتور مجيد بودن، كنت متحدثا إلينا من باريس، شكرا لك على المتابعة معنا.